السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار اليوم الثلاثاء 2 من رمضان لعام 1437 للهجرة، الموافق 7 من يونيو لعام 2016 للميلاد، نقدمها لكم من موقع أنا السلفي. ترقبوا حلقات برنامجكم تحت العشرين مع الشيخ مصطفى دياب السبت والأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة خلال شهر رمضان إن شاء الله تعالى. وترقبوا أيضا حلقات برنامجكم حتى تفوز في رمضان مع الشيخ محمد سرحان يوميا في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة خلال شهر رمضان على موقع أنا السلفي إن شاء الله تعالى. أعلنت قناة صفا الفضائية عن برنامج واحة الصيام الذي يقدمه الدكتور أحمد فريد، وذلك طوال أيام شهر رمضان. يتناول البرنامج التذكير بأهم الأعمال التي ينبغي على المسلم أن يهتم بها خلال الشهر الكريم، بالإضافة لشرح بعض المسائل المتعلقة بالصوم. يذكر أن البرنامج سيذاع في تمام الساعة 1:30 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة، ويعاد في تمام الساعة 8 صباحا. نشرت الصفحة الرسمية للدكتور ياسر برهامي على الفيسبوك الحلقة الأولى من برنامج افهمك، والذي سيذاع طيلة شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة. افتتح برهامي الفيديو بالحديث عن صعوبات الحياة وما يعانيه الفرد من معاناة في حياته الشخصية، وعن كيفية الخروج من هذه الصعوبات، وعرج في حديثه عن احتياجات الحياة الحقيقية للإنسان والتي لا غنى له عنها، مؤكدا على ضرورة إصلاح العبد لقلبه وتعهده، فهو المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أكد الدكتور أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور أن تسريب امتحانات الثانوية العامة مأساة مجتمعية ومساس بالأمن القومي، يجب أن تضرب الدولة كل متورط في هذه الجريمة بقوة بحسب آخر الأنباء. التقى رضا جبر الديهي أمين حزب النور في مركز المنصورة إبراهيم أحمد وكيل وزارة التموين في الدقهلية، وذلك لبحث توفير السلع التموينية التي يحتاجها المواطنون في المحافظة خاصة في مطلع شهر رمضان الكريم، وذلك لرفع المعاناة عن الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل. سمحت شرطة الاحتلال الإسرائيلي لعدد من المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى من باب المغاربة، وذلك لليوم الثاني بشهر رمضان الكريم. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الثلاثاء 9 مواطنين فلسطينيين من محافظات الخليل وطول كرم وبيت لحم في الضفة الغربية. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن شابا توفي أمس الاثنين متأثرا بإصابته خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الصهيوني في مدينة نابلس قبل 3 أيام. قال مسؤولون بالأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن المنظمة الدولية ما زالت بانتظار موافقة الحكومة السورية على دخول قافلة مساعدات إلى بلدة داريا المحاصرة بعدما حصلت على موافقة جزئية اعتبرتها غير كافية. ذكرت قناة سكاي نيوز اليوم الثلاثاء أن أكثر من 30 جنديا من قوات النظام السوري والميليشيات المساندة لها قتلوا في معارك عنيفة مع المعارضة المسلحة في ريف حلب الجنوبية. قال سكان بمدينة إدلب السورية إن المدينة تعرضت لضربات جوية أمس الأحد 5 يونيو أدت لمقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 30 آخرين واندلاع النيران في سوق. أفادت قناة العربية بارتفاع حصيلة التفجير الذي استهدف حافلة للشرطة في منطقة بوسط إسطنبول إلى 11 قتيلا من بينهم 7 من عناصر الأمن وإصابة 36 آخرين. أكدت النيجر في بيان رسمي أن حصيلة قتل الهجوم الواسع الذي شنته بوكو حرام الجمعة في جنوب شرق البلاد 55 قتيلا من عناصر الجماعة، وكانت الحصيلة السابقة للهجوم التي نشرت السبت تتحدث عن مقتل 30 عسكريا من النيجر وعسكريين 2 من نيجيريا وجرح 67 عسكريا نيجيريا ونيجريا. أكدت مصادر ميدانية أن قوات الجيش والمقاومة اليمنية وبمساندة أبناء القبائل تمكنت من استعادة السيطرة على مناطق جديدة في مدينة تعز فجر الثلاثاء. أعلنت السلطات الباكستانية مقتل قيادي بتنظيم داعش في عملية أمنية شنتها قوات الأمن في مدينة نوشيرا بشمال غرب باكستان. أشار الدكتور نبيل العربية الأمين العام لجامعة الدول العربية بإعلان الأمم المتحدة أمس الاثنين حذف اسم التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن من لائحتها السوداء في تقرير الأمم المتحدة بشأن مصير أطفال ضحايا النزاعات المسلحة في 2015 في 14 بلدا، موضحا أن هذا التقرير كان مبنيا على معلومات غير دقيقة وغير صحيحة ولم يأخذ الخطوات الواجب مراعاتها في هذا السياق، والتي تنص على ضرورة التشاور مع الدول المعنية قبل إصداره.
طلبت مدينة لوريت في الجنوب الشرقي الفرنسي المسلمين جميعا بصوم رمضان دون ضجيج والمسلمات بعدم ارتداء النقاب خلال رمضان، ونشرت ذلك في اللوحات الإخبارية التي تضعها بالأماكن العمومية. منع مسؤولون صينيون موظفي القطاع العام والطلبة والقاصرين في منطقة شينجيانج المسلمة من الصوم في شهر رمضان، كما أمروا بعض المطاعم بإبقاء أبوابها مفتوحة. أطلق مجهولون النار على رئيس مباحث الدقهلية والحرس الخاص به أمس أمام مسجد النصر بالمنصورة، وأكد مصدر أمني رفيع المستوى أن مدير المباحث لم يصاب وبصحة جيدة، ولم ينتج عن الحادث أي خسائر بشرية بحسب آخر الأنباء. أعلنت وزارة الداخلية عن نجاح الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على اثنين من منفذي حادث الهجوم المسلح على قوة من وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، والذي أسفر عن وفاة معاون مباحث القسم وسبعة من أفراد الشرطة، مشيرة إلى أن ثلاث متهمين آخرين لقوا مصرعهم في تبادل لإطلاق النار أثناء ضبطهم في إحدى الشقق بمدينة رأس البر بدمياط. تمكن اليوم ضباط مباحث الإدارة العامة للتكنولوجيا والمعلومات بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة من ضبط ثلاث أشخاص لقيامهم بإدارة عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لغش امتحانات الثانوية العامة. تمكن ضباط مباحث البحيرة بالاشتراك مع مباحث الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من ضبط شخصين يديران صفحات لترويج سماعات الأذن الدقيقة التي يستخدمها الطلاب في الغش، كما تم القبض على صاحب مقهى يؤجر وصلات الإنترنت غير المشروعة. قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرى برئاسة المستشار معتز خفاجي اليوم الثلاثاء بالسجن المؤبد ل22 متهما والسجن المشدد 3 سنوات لستة آخرين وبراءة 8 في القضية رقم 396 نيابة أمن الدولة العليا المعروفة بخلية الصواريخ. قرر الأستاذ الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف إلغاء الفقرة باء من السؤال الثاني بمادة الجبر والهندسة الفراغية لطلاب الثانوية الأزهرية القسم العلمي، وذلك لوجود خلل في صياغة السؤال. وأوضح شومان في بيان صحفي أنه سيتم إضافة الثلاث درجات الخاصة بالفقرة المذكورة إلى درجات الفقرة ألف من نفس السؤال، حرصا من الأزهر الشريف على مصلحة الطلاب والطالبات. كما قرر وكيل الأزهر الشريف إحالة المسؤولين عن وضع أسئلة المادة للتحقيق. أكد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة محمد سعد أن ورقة الأسئلة لامتحان اللغة الإنجليزية التي تم تسريبها على مواقع الغش الإلكترونية صحيحة، أما الإجابات التي نشرت قبل بدء الامتحان غير صحيحة. شدد المهندس الشريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتوقيع أشد العقوبة على كل من يقوم بتسريب الامتحانات سواء من داخل المنظومة التعليمية أو من خارجها. أكد الدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن مصر احتلت المرتبة رقم 26 عالميا بنشر 1342 بحثا في عام 2015 بزيادة قدرها 12.5% عن نشر عام 2014، وأن نسبة أبحاث النانو تمثل 1% من إجمالي نشر مصر في مختلف التخصصات، وأن 22% من أبحاث تكنولوجيا النانو في مصر تقع في مجال علوم المواد، يليها في الكيمياء بنسبة 17%، وأن مصر تحتل المركز الخامس في إجمالي النشر العلمي المتميز في تكنولوجيا النانو على المستوى العالمي بعد إيران وماليزيا والسعودية وتركيا ترتيبا. ضبطت مباحث شرطة التموين ببورسعيد بالاشتراك مع مديرية التموين كميات كبيرة من العصائر منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات وصاحبها وأخطرت النيابة للتحقيق. أعلن الشيخ علي طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج أنه تم تخصيص مسجد في كل إدارة بالمحافظة ليكون فيه درس ديني قاصر على النساء فقط في شهر رمضان، وتم تحديد يوم الثلاثاء من كل أسبوع للدرس. التقى المهندس الشريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء رجل الأعمال محمد حلاوة الذي تبرع ب8 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر، وذلك بحضور عمرو الجرحي وزير المالية. تشاهدون اليوم على موقع أنا السلفي حتى تفوز في رمضان، الحلقة الأولى، الشيخ محمد سرحان. تقرؤون اليوم على موقع أنا السلفي وقفات في رمضان، كتبه أحمد عبد السلام ماضي. آن الأوان وحان الزمان، كتبه إيهاب شاهين. انتهت نشرة الأخبار من موقع أنا السلفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.